السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الموضوع الذي سأتكلم به إنما يقصد تجار الحروب وتجار الدماء من الدول الغربية والأجنبية، ولا يقصد شعوبهم. فنحن كمسلمين وكأنصاف يعني نعرف أن كثير من المسلمين والعرب عايشين في أوساط المجتمع الغربية، وربما عايشين أفضل ما هم عايشين في أوطانهم. وفي الدول الغربية والأجنبية يبنى المساجد وتقام فيها الصلوات، وعايشين يعني في حرية تامة، ممكن عايشين للأسف أفضل ما عايشين عند أشقائنا وأخواننا الخليجيين. يعني العاد يوجد إقامة ولا كفيل ولا تدفع له برأس السنة يعني مبلغ مال، يعني العبودية هذه انتهت عندهم بصراحة. وللأسف إن هذا نعاني من أخواننا وأشقائنا الخليجيين. فرسالتي هذه إلى تجار الحروب وتجار الدماء في الدول الغربية والأجنبية، الذي أقول لهم فيها يعني سبحان الله، فيروس صغير بسيط لا يرى بالعين المجردة أرعبكم، أجعلكم سجون في بيوتكم، أخلى شوارعكم، ألقى الرعب في قلوبكم. يعني سبحان الله العظيم، قواتكم هذه الخارقة وأساطيلكم وطيرانكم ودباباتكم وكل ما أرعبت به المسلمين والعرب لم يقدر أن يمنع فيروس لا يرى بالعين المجردة أن يميتكم. فهذه أول رسالة من الله عز وجل، إن الله قادر على كل شيء، وإذا قال للشيء كن فيكون. وثانيا هذه نصفة للعرب والمسلمين وعقاب لكم بما تعملوا في أوساط العربية وأوساط المسلمين، سواء في برما، سواء في فلسطين، في سوريا، في اليمن. الرسالة الثانية اللي أحب أوجه أقول لكم، يعني إذا أنتم مثلا من فيروس بسيط يعني قدكم بالبيوت مرعوبين وخائفين وجعل منكم المرضى والموتى في المستشفيات، ما تقولون نحن عننا العرب، نحن المسلمين الذي نعاني منذ عشرات السنين من قصف الطيران، من حرب، من هلع، من تشريد، من خوف، من جوع، من انقطاع بالكهرباء والديزل، من الماء، عيشة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فهذه رسالة من الله عز وجل، عانوا وحسوا ما يعانه المسلمين المستضعفين العرب بشكل عام. إذا كنتوا من أيام بسيطة قامت القيامة عندكم والهلع والخوف والرعب، يعني ونحن الآن عشرات السنين نعاني من الخوف والتشريد، ناس في سوريا ماتت من البرد، ناس في اليمن ماتت من الحرب، من الجوع، من الأمراض، من الفقر، وكل في كل الدول العربية، وأنتم مرض بسيط سبحان الله أرعبكم. ويعني إذا الآن أنتم جالسين في بيوتكم، يعني معاشتكم، يعني دولكم تترجكم بس تقعدوا معاشتكم توصل لكم، الأكل، الشرب، الغذاء، حتى على مستوى النت. ويوميا نسمع حالات انتحار بسبب الخوف والهلع، حالة انتحار. إذا احنا يعني الدول العربية أو كيمنيين عايشين منذ سنين لا كهرباء، لا ماء، انقطاع بالبترول، بالديزل، انقطاع بالرواتب، أمرضة، أوبئة، نتشرد، يعني يوميا قصف، حرب داخلية، حرب خارجية، انفلات أمني. أنا من أسرتي ماتوا أربعة بسبب الحرب وسبب الانفلات الأمني، وأنتوا سبحان الله يعني بسبب مرض صغير خلاص قام القيامة عندكم. حسوا بنا، يعني احنا كعرب كمسلمين كمستضعفين بالأرض، سبحان الله كيف ربي هد قوتكم الجبارة أمام فيروس بسيط. فرسالتي لكم أنكم تتقوا الله في المسلمين وفي العرب بالذات. ثاني شيء أو ثالث شيء، احنا مثلا يعني وبكل صراحة احنا العرب وبالذات احنا اليمنيين، والله العظيم ما نخاف أن نموت بفيروس مثل كورونا. أقل شيء إذا متنا بفيروس كورونا أن نموت معزين مكرمين، لا طيران سيقصف منزلك وسيهدم عائلتك، لا صاروخ سيضرب يعني الشظايا ستمسك جسدك، ولا انفجار بلغم سيجعل رجل يمين هنا ورجل شمال هنا، ولا رصاص ستمسك جسدك كامل، سنموت أقل شيء بأمان. فالفيروس هذا لم يرعبنا مثل ما يرعبكم، وإنما أرسله الله عز وجل سبحان الله عقوبة لكم، وتحسوا ما نعانيه بسنين تحسوا بأيام، وبرغم أنه فيروس لا تسمعوا قصف دبابة ولا انفجار قنبلة ولا انفجار لوم ولا طيران سيضرب عليكم ولا سيتهجم المسجد والمنزل والشارع والطريق والمستشفى والصيدلي والملعب، وكل شيء ما زال عندكم تمام، بس حسوا بنا احنا كعرب. ونقول لكم ستحاسبون في يوم يجمعه الله بنا بكم على كل صغيرة وكبيرة عملته بإخواننا العرب والمسلمين، يوم فيه يقول الله عز وجل اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، فاعلموا أنكم تجبرتم وتكبرتم بما فيه الكفاية. الرسالة الثانية لإخواننا وحكامنا العرب،
نقول لكم فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول الله عز وجل واتقوا يوما فيه ترجعون إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنصيحة الأخوان العرب والأشقاء في كل مكان راعوا ظروفنا ولا تدسوا السم باللبن. ونحن ما زلنا أخوة وأشقة ويجمعنا قرآن واحد ودين واحد وأراضي وحدود وجوار. فلو أنتم أصلحتم نيتكم أنتم حكام العرب بناء الأصلح الله أحوالنا وبعد عننا هذا الفيروس. ثانيا ثالثا ورابعا وخامسا رسالتي من بلد الإيمان والحكمة من بلد اليمن المظلوم من بلد اليمن السعيد الذي لم نعد نرى فيه سعادة قط. إذا أردتم أن الله عز وجل يرفع عنكم هذا الموت والخلع والخوف حلوا شروركم ومكركم عننا. إذا أردتم أن تعيشوا بسلام وأمن وأمان اجعلونا نعيش بأمن وسلام. أوقف الحروب أوقف الحروب إذا أردتم أن الله عز وجل يوقف هذا الفيروس الخبيث الذي أماتكم أعرابكم. وتأكدوا لو العياد يعني بإذن الله وفضل الله سيرفع هذا المرض ووقت قريب. بس إذا تطاولتم وتجبرتم مرة ثانية فانتظروا الزلازل والفيضانات والبراكين والعواصف واسترون ما هو من الله أليم. ورسالتي أيضا لأخواننا المسلمين بشكل عام أن يلزموا الدعاء أن يلزموا الدعاء فهذا ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أتمنى من كل من شاهد الفيديو أن يوصل هذه الرسالة وهي ليست رسالتي إنما رسالة كل مواطن عربي عانى من الفقر والجوع والخوف والحرب إلى كل أنحاء العالم. يوصلهم رسالة إلى الظلمة القتلة المجرمين الذي جعلونا أموات ونحن ما زلنا أحياء على وجه الأرض الذين دمروا أحلامنا الذي دمروا كل ما هو جميل في هذه الحياة. وآخر أختم كلامي بقوله تعالى لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.